معانا الاستاذ احمد عبد الوهاب العضو المنتدب التنفيذي لشركه اسكندريه للزيوت والصابون. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. هنعمل ايه في موضوع الزيت؟ والله احنا ماشيين في كل الاتجاهات. يمكن حضرتك اشرت ان احنا الاول كل استيرادنا من الزيوت 97% من الزيوت يتم استيرادها من الخارج. فطبعا الوضع ده كان خطير، فكانت تعليمات القياده السياسيه ان لازم نتجه للزراعه التعاقديه. طبعا الزراعه دي سياسه النفس الطويل وهتحتاج وقت. فمعالي الوزير طلب من فخامه الرئيس ان الخطوه الاولى ان احنا نعمق الصناعه درجه بان احنا نبتدي نستورد البذور الزيتيه ونعمل لها استخلاص في مصر، ونبتدي ناخد منها الزيت يتورد لهيئه السلع التموينيه، ونطلع منها الكثب اللي يستخدم في صناعه الاعلاف. وفعلا الخطه دي نشأت من هيئه السلع التموينيه، كانت بتستورد في حدود 800,000 طن، دلوقتي في 300,000 طن منهم بيتم استخلاصهم داخل مصر، وبنستلم الزيوت دي من الشركات اللي بتتم. فدي كانت مرحله. انما المرحله الثانيه اللي احنا بنتجه ليها يمكن ابتدت من السنه اللي فاتت ان الزراعه التعاقديه، ان احنا نبتدي نزرع المحاصيل الزيتيه خاصه محصول الصويا، فول الصويا وعباد الشمس. وفعلا ابتدينا ان احنا نشتغل، يعني في 250,000 فدان اتزرعوا، ودي كانت خطوه كويسه. طبعا المزارع لما هيلاقي نفسه بيكسب، يمكن احنا عندنا تجربه البنجر كانت تجربه رائده، ان كان الاول السكر كله بيجي من قصب السكر، دلوقتي لا، قصب السكر بيجيب لنا 1,000,000 طن، انما من البنجر بيجي 1,600,000 طن من السكر. فكانت تجربه رائده فعلا، مشينا على نفس النهج. ابتدينا مع وزاره الزراعه تنسيق بين وزاره التموين ووزاره الزراعه، وابتدى مركز الزراعات التعاقديه ينزل معانا، وابتدينا نروح للمزارعين. ابتدت وزاره الزراعه توفر الارشاد الزراعي وتوفر تقاوي للمزارعين بحيث الفدان يدي اعلى انتاجيه. واحنا ماشيين في الخطه بتاعتنا جراديوال، يبقى ما فيش حاجه هتوصل 100% من دي 1، لازم هيبقى في خطه. اما يعني لو كنا ابتدينا من 10 سنين كان الوضع بقى افضل دلوقتي. اكيد اكيد طبعا، اكيد طبعا. بس المهم ان ابتدينا، يعني المهم ان في بدايه، في اراده لعمليه التنفيذ وابتدينا. طيب دلوقتي المجمع ده هيبتدي انشاؤه امتى؟ هيشتغل امتى؟ هل في خطه؟ هل في شيء واضح؟ هو حد عايزك برضه فكره. هو طبعا كان النهارده في مؤتمر الاستثمار للترويج لصناعه الزيوت محلي الوزير كاقتراحات معالي الوزير، وده كان برضه ده بيعكس توجه الدوله الى تعظيم دور القطاع الخاص، ان احنا التوجه في الفترة القادمة مش ان انا الشركات الحكومية، لا، القطاع الخاص هو قاطرة التنمية اللي كلنا بنتجه ليها. فكان دعوة معالي الوزير للسادة المستثمرين سواء العرب والاجانب والمؤسسات بحيث انهم يدخلوا معانا ويشاركوا في المجمعات. احنا كان عندنا شركات الزيوت اللي موجودة في تقدم تقني للآلات بقالها فترة طويلة ما حصلش أي تطوير فيها. التوجه في القيادة السياسية إن أنا مش هقعد أصلح في القديم، لأن تصليح القديم مش هيؤدي إلى النتائج المرجوة، إنما الاتجاه إن أنا أبتدي أنشئ كيانات جديدة. وده كان من خلال دراسات تمت على مدار عامين كاملين، شركة عالمية درست الشركات وإدت المقترحات بتاعتها بإنشاء 3 مجمعات صناعية. مجمع هيكون في برج العرب، هتبقى طاقات الاستخلاص فيه 900,000 طن بذور سنويًا، طاقات التكرير والتعبئه للزيت 240,000 طن، طاقات تعبئه السمن النباتي والشورتنج والمارجرين 90,000 طن، ده المجمع الاول اللي في برج العرب. المجمع الثاني هيكون في مدينه السادات بطاقه تكرير وتعبئه 240,000 طن سنويًا، المجمع الثالث هيكون في سوهاج هيكون بطاقه استخلاص 600,000 طن سنويًا بذور، وهيكون بطاقه تعبئه تكرير وتعبئه زيت 240,000 طن. طبعا الارقام دي ارقام كبيره جدا، هتغطي بالكامل استهلاك المنظومه التموينيه زائد يعني ده هيقلل الاستيراد من 97% لما تخلص المجمعات دي لكام في الميه؟ هو حضرتك احنا اوريدي قللنا لما ابتدينا ان احنا نستورد بذور، فقللنا ل 97% زيوت، تمام؟ انما مش هقدر اوصل، يعني احنا هنشتغل على المحورين، محور ان احنا بنرفع المساحات المنزرعه بالبذور، يعني مثلا هنوصل استيرادنا يبقى نص مثلا، يعني مثلا 97 دول يبقوا 60 65. احنا لما ابتدينا ان احنا ناخد من الاستخلاص من البذور المحليه وفرها 500 مليون دولار، يعني 10 مليار جنيه استهلاك مصر من الزيوت. لو حسبناها بالدولار 3.5 مليون دولار سنويا، لو حسبناها بالجنيه المصري هتبقى 75 مليار مليار 3.5 مليار. لو حسبناها بالجنيه المصري هتبقى في حدود 75 مليار جنيه. احنا دلوقتي بناخد زيوت مستخلصه محليا ب 10 بنص مليار دولار، ب 10 مليار جنيه، فدي نسبه تقريبا 15% 10%، فدي حاجه كويسه. طبعا المجمعات الصناعيه لما تشتغل هتبقى محتاجه كميات بذور اعلى، وبالتالي زي ما يمكن معالي الوزير وضح
هو ايه الاول، الزراعه ولا الصناعه؟ لا، انا اعمل المصنع، المصنع بالتالي لما هيكون محتاج الخامات بتاعته الزراعيه هيبتدي يتعاقد مع المزارعين، ودي كانت تجربه بنجر السكر اكيد شئت صانع بنجر السكر. طيب. واذا ابتدت تروح للمزارعين وابتدت تعمل زراعات تعاقديه.